ازيكم عاملين ايه؟ جمعة مباركة يا رب عليكم جميعا يا رب. ان شاء الله بإذن الله يعني تبقى جمعة فيها الخير كله لينا بإذن الله في ليلة النصف من شعبان. فنبدأ ان شاء الله مع بعض النهاردة كده محاضرة جديدة في برنامج الباوربوينت. كنا اخدنا احنا المحاضرة اللي فاتت اللي هو قائمة فايل، هنبدأ زي ما اتفقنا مع بعض النهاردة في قائمة هوم أو الصفحة الرئيسية. دلوقتي احنا قلنا علشان الأوامر اللي فوق عندك تتفعل قلنا لازم على الأقل أكون واقف على البوكس اللي موجود عندي. طيب اللي موجود ناحية اليسار ده أنا بسميه شريحة. طيب دي بالنسبة لي شريحة. طيب عايز ابتدي ان انا انشئ شريحة تانية، شريحة جديدة، هروح اقول له على حاجة اسمها نيو سلايد او شريحة جديدة. اول ما ادوس عليه كده في النص فراح عمل ايه؟ ضاف لي شريحة تانية. طيب انا هدوس على السهم اللي جنب كلمة نيو سلايد وظهر عندي انواع كتيرة من الشرائح الموجودة عندي. اول حاجة بيقول لي التايتل سلايد او شريحة العنوان. طيب عندك تاني حاجة اسمها التايتل اند كونتنت، يعني عنوان ومحتوى. محتوى اللي هو الأدوات اللي أنا بعمل لها إدراج من قائمة إنسرت، هدوس عليه. طيب أنا في قائمة إنسرت لو عايز أضيف جدول هقول له تيبل، عايز أضيف صورة أقول له بيكتشر، عايز أضيف شكل أقول له شيب، عايز أضيف جدول أقول له تيبل وهكذا. طيب التايتل أند كونتنت هتلاقي من تحت في أدوات موجودة عندك، بمجرد ما هتدوس على الأداة اللي أنت شايفها أهو بالشكل ده روح تختار الحاجة اللي انت عايزها، عايز تعمل لها ادراج. تكتب هنا مثلا العنوان بتاعك برضو تشوف هتكتبه ازاي. الناس اللي هتكون فاتحة انترنت هتلاقيه في ناحية اليمين بيظهر لك حاجة اسمها ديزاين ايديا، يعني افكار للشريحة نفسها. انا عايز شكل الشريحة يكون ازاي، فده بيدي لك اشكال وانت بتختار منها. انا عايزها مثلا بالشكل ده اهو، تكتب هنا اللي انت عايزه. مثلا لا انا الشكل ده مش عاجبني، روح اختار مثلا الشكل ده اهو. اكتب هنا مثلا حاجة اسمها SDL، هاجي هنا اضيف جدول عندي، كبر وصغر زي ما انا عايز. طيب يبقى انا لو عايز اضيف شريحه اقول له نيو سلايد. طيب هتنزل تحت في شريحه اسمها بلانك اللي هي شريحه فاضيه. الشريحه الفاضيه ممكن اضيف فيها اللي انا عايزه، اضيف مثلا مربع نص بالشكل ده اهو تكست بوكس، وابتدي ارسم مربع النص اللي انا عايزه واكتب جواه برضو اللي انا عايزه. عندك حاجة اسمها الدوبليكيت سيلكتد سلايد اللي هو بيعمل لي تكرار للشريحة المحددة، بيكرر نفس الشريحة اللي انت واقف عليها. عندك حاجة اسمها السلايد فروم اوت لاين، ده لو عندك شرائح بس موجودة على جهاز الكمبيوتر. بالظبط الشريحة بتساوي الصفحة في الوورد، بالظبط كده. طيب فنيو سلايد من خلالها زي ما قلنا بعمل شريحة جديدة. طيب في طريقة تاني من خلالها بعمل نيو سلايد؟ من قائمة انسرت واروح اختار اول امر عندك اللي هو اسمه نيو سلايد، هي الاختصار بتاعتها كنترول مع ان. يعني انا لو واقف على الشريحة دي ورحت دوست اختصار كنترول مع ام هيدرج لي شريحة تانية. طيب الطريقة التالتة كليك يمين على الشريحة نفسها واروح اقول له حاجة اسمها ايه؟ نيو سلايد. دول 3 طرق من خلالهم بدرج شريحة جديدة. طيب هنا اللي بعدها اللي هو رويس سلايد بيظهر ليك حاجة اسمها ريكومنديشن سلايد، يعني الشرائح اللي انا عامل لك ليها ايه؟ توصية، او الملفات اللي انت فتحتها قبل كده.
من ناحية اليمين. عايز تفتحه وتحدده اهو، نجي فتح عندك هنا. لو عايز تعمل له انسرت هقول له ايه، انسرت قول لا. انا واقف على الشريحة مثلا، هدر الشريحة اسمها البيكتشر ويز كابشن، او اختار مثلا شريحة فاضية واروح ادري له مثلا مربع نص، واكتب جواه مثلا حاجة معينة، او نعمل القطعة اللي احنا تعودنا عليها. ادي ادرج ليك القطعة في الشريحة الثالثة. طيب انا واقف على الشريحة رقم مثلا 2، او الشريحة رقم 3، او الشريحة رقم 1، الشكل بتاع الشريحة مش عاجبني، انا عايز اغير التخطيط بتاعه او الشكل بتاعه. هروح اختار حاجه اسمها اللي اوت. اول ما اروح على اللي اوت، وتعالوا نختار، انا واقف على الشريحه اللي اسمها تايتل سلايد، هختار المره دي حاجه اسمها التايتل اند كونتنت. اللي حصل غير الشكل بتاع الشريحه، اختار الشكل اللي انا عايزه، مثلا هختار شكل زي ده اهو. فأنا لو واقف على الشريحة دي وعايز أغير المخطط بتاعها أو الشكل بتاعها، بس البيانات الموجودة في الداخل تفضل موجودة زي ما هي، هتختار من حاجة من اللي أوت الشكل اللي أنت عايزه، فكده غير التخطيط بتاعه. طيب فيها اسمها ريسيت أهو. ريسيت بيعمل إيه؟ نفترض دلوقتي أنا جيت هنا أهو، شايفين بيعمل إيه؟ غيرت التنسيق، كبرت الخط، ورحت دوست على كلمة اسمها ريسيت. ايه اللي حصل؟ رجعهولك زي ما كان تاني في الأول. طيب السكشن، وأقول له اد سكشن، إضافة سكشن، أقول له هسمي السكشن مثلا ديه، هسميه مثلا بوك، أقول له رينيم. فده بيقول لي الديفولت سيكشن او السيكشن الاساسي، ودي ايه السيكشن التاني اللي انت ضفته اهو. معنى كده انت لو جيت فتحت السيكشن ده هتلاقي موجود جواه ايه، كذا شريحة او كذا سلايد. يعني انا لو عايز اخلي مثلا 3 شرائح ضمن سيكشن واحد، او 4 او 10 او ايا كان، اروح اختار حاجة اسمها سيكشن. طيب اول ما اجي اقول له مثلا دي جواها كام، جواها 3، اقول له نيو سلايد. فكل اللي هيضيفهولك بعد كده هيضيفهولك فين؟ ضمن الشريحة اللي انت عاملها، او ضمن السكشن اللي انت عامله. طيب حلو خالص لحد الآن، يبقى ده في جروب اللي هو السلايد. طيب انا واقف هنا وعايز اغير نوع الخط، هتيجي عند تاني جروب اللي هو فونت. من المستطيل اللي انتوا شايفينه ده انا ممكن من خلاله بغير نوع الخط، اختار نوع الخط اللي انا عايزه، شوف نوع الخط المناسب واختاره. احنا قلنا نوع الخط اللي جنبه كلمة اسمها ابجد هاوز، فهو خاص بالخطوط العربية، هو خاص بالخطوط العربية. اما اللي هتلاقي جنبه العلامة دي معناه ان انت محتاج ان انت تنزل الخط ده من فين، من الانترنت. هدوست عليه، فالخط طالما انا متصل بالانترنت فاتفعل معايا بالشكل ده. الميزه في الباوربوينت، بص كده لما اجي اتحرك بالبوكس عمل لك ايه؟ قال لك المنتصف فين بالظبط، قسم لك الصفحه لاربع ارباع. انا ادي البوكس ماسكه وبتحرك بيه، كليك شمال وتتحرك بيه زي ما انا عايز، فبيقسم لك الصفحه معاك لاربع ارباع. طيب الرقم اللي جنب اللي هو المستطيل بتاعنا على الخط ده حجم الخط، كبر وصغر فيه زي ما انا عايز. طب ايه الكبيره؟ بتكبر حجم الخط. ايه الصغيره؟ بتصغر حجم الخط. بيقول لك سؤال في الامتحان يعمل لي تنسيق غامق، شايفين البي او البولد او التضخيم اهو،
بيتخن معاك حجم الخط. طب اعمل لي إمالة للخط الاي، اعمل لي تسطير للخط او حط لي خط تحت الكلام underline. طيب الاس دي بتعمل ايه؟ بيقول لك تكست شادو، بيعمل لك ظل اهو زي ما انت شايفين، ظل على الكلمة. طيب الاي بي او الاي بي سي زي ما ظهر عندك، حط لك خط في وسط الكلام، خط في وسط الكلام. طيب بص كده على الاداة الجديدة اللي جاية، الاي في بيقول لك كاركتر سبيسنج، المسافات ما بين ايه، بص كده، ما بين ايه، ما بين الحروف. المرة دي المسافات ما بين الحروف، انا عندي كلمة زي دي اهي، ورحت هنا، بس انا اختار كلمة بعيدة شوية عشان اقدر اشوفها. بصوا على الكلمة دي، ايه اللي بيحصل؟ شايفين المسافة ما بين كل حرف والتاني بيحصل فيها ايه؟ طيب الـ A capital A small بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي، قم بتغيير حالة الأحرف إلى الأحرف الصغيرة أو الأحرف الكبيرة من الـ A capital A small. الـ sentence case بيخليها لك اللي هو إيه، الحالة العادية بتاعت أي جملة، أول حرف capital والباقي small، اللوير كيس كله سمول، الابر كيس كله كابيتال، كابيتالايز اتش وورد بيخلي لك اول حرف بس كابيتال والباقي سمول، طب الاخير بيخلي لك اول حرف سمول والباقي كابيتال. طيب ناس لو تفتكر، انا بالنسبه لي انا مش بشرح حاجه جديده، انا بالنسبه لي كده بعمل زي مراجعه من الحاجات دي كلها اخدناها فين، في برنامج الوورد. بس احنا قلنا بنتعامل مع حد لسه حتى ما خدش معانا الوورد، فبنشرح كل حاجه بالتفصيل. هتلاقي الناس اللي اخدت معايا الوورد هتلاقي الاوامر دي خلاص هتثبت في دماغها من كتر ما هي بتتكرر. طيب انا دلوقتي نفترض حددت جزء زي ده ورحت غيرت اللون بتاعه من هنا، اهو اختار اللون اللي انا عايزه، ورحت دوست على علامه ال اللي تحتيها استيكه اللي هي كلمه كلير اول فورمات، ايه اللي حصل؟ مسح لك كل التنسيقات اللي انت كنت عاملها، كل التنسيقات اللي كنت عاملها مسحها لك على القطعة او الجملة اللي عندك. طيب علامة اللي هو القلم الرصاص اللي تحتيه لون اللي هو تكست هايلايت كولر بتعمل ايه؟ اهو بصوا كده، لو جينا فتحنا برنامج الوورد مثلا، ده بيعمل لك هايلايت اهو بالشكل ده، استنوا كده اهو، يعني معنى كده ان المسافات الفاضية ما بين كل باراجراف والتاني مش بيعملها، بس بيعمل لك زي هايلايت او ظل حوالين الكلام. بالنسبة لبرنامج الوورد عندك القلم الرصاص ده بيعمل ايه؟ ظل على كل سطر، كل سطر لوحده. اما علامة الجردل اللي انتوا شايفينها بيعمل لك ايه؟ ظل على القطعة بالكامل، ظل على القطعة بالكامل. طيب حلو خالص لحد الآن. ده بالنسبة لجروب الفونت. طيب عندك أول حاجة، حاجة اسمها الإندو، حاجة بتعمل لك تراجع كنترول زد بيرجع لك خطوة لورا. طيب اللي هو ريدو اللي هو كنترول واي، كنترول واي أنا دلوقتي عملت رجعت خطوة لورا، فالكنترول واي أو الريدو بيعمل لك إيه؟ بيتراجع لك تاني على الخطوة اللي عملت عليها تراجع، الاثنين دول جنب بعض. طيب الكلمة دي جيت مثلا غيرت التنسيقات بتاعتها، اهو عايز التنسيق ده اللي موجود على الكلمة دي اروح اعمل له نسخ على الجملة التانية او الكلمة التانية،
اعمل ايه؟ اول حاجه بروح احدد الكلمه اللي انا عايز اعمل نسخ للتنسيق بتاعها، واروح على جروب اسمه كليب بورد، واروح عند علامه الفرشه، علامه الفرشه، واروح احدد الكلمه التانيه اللي عايز اعمل عليها نفس التنسيق هو هو. تاني، اول حاجه بحدد الكلمه اللي عايز اعمل نفس التنسيق بتاعها، واختار علامه الفرشه اللي موجوده في جروب كليب بورد، واروح احدد الكلمه التانيه اللي عايز اعمل عليها نسخ للتنسيق بالشكل ده. طيب انا الكلمه دي عايز اخد منها نسخه تانيه من الكتابين اللي ورا بعض، كوبي اهو، حددتها، واجي مثلا هروح هنا واقول له بيست او لصق، فكده اتنسخت. طيب لا، انا عايز اعمل لها قص، اشيلها من المكان اللي هي فيه احطه في مكان تاني من علامة المقص، اهو كده اتشالت، واروح للمكان التاني واقول له بيست او لصق، فكده اتحطت في المكان التاني. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب انا دي مثلا مش عايزها بالشكل ده، هختار اللي اوت، هختار ده واقول له والله مثلا هنا تحتها اي سي دي ال، تحتها اي سي دي ال تيتشر، والاي سي 3 والموس. طيب عايز اعمل لها حاجه اسمها الترتيب الرقمي او الرمزي او التعداد الرقمي اهو، من هروح على الجروب اللي بعد كده اللي اسمه باراجراف، ومن التعداد النقطي او البلد بختار النقاط بتاعتي. يكون في مشكله صغر الخط شويه اهو. delete repeated، لا. طب لو عايز اعمل تعداد رقمي من الارقام، طيب نعمل ليها كنترول زد، تمام، يبقى ده التعداد النقطي وده التعداد الرقمي. طيب تحتها في ثلاث شرط جنب بعض، حاجة اسمها الالاين ليفت، وحاجة اسمها الالاين رايت، وحاجة اسمها السنتر. دي بتخليها لي ناحية اليمين، ودي بتخليها لي، انا اسف، دي بتخليها ناحية اليسار اللي هو المحاذاة ناحية اليسار، ودي بتخليها لي ناحية اليمين المحاذاة ناحية اليمين، ودي بتخليها لي في المنتصف. طيب عندي قطعة بالشكل ده، وانا شايف ان البدايات بتاعتي جزء اللي هو البدايات ده مش زي النهايات، يعني الاتنين مش متساويين مع بعض، هروح على حاجة اسمها ايه، جاستيفاي، او اللي هي الرمز الرابع اللي جنب المحاذاة، حاجة اسمها جاستيفاي، روح هختار جاستيفاي. ايه اللي حصل؟ ساوى البدايات مع النهايات، ساوى البدايات مع النهايات. طيب المسافات ما بين السطور، ما بين كل سطر والتاني، شايفين الرمز ده اللي هو حاجة اسمها اللاين سبيسنج، واختار المسافة اللي انا عايزها. اخترت المسافة اللي انا عايزها. طيب رجعت رحت قلت له لاين سبيسنج اوبشن، وعايز اخليها سنجل، روح اختار من اللاين سبيسنج تحت مفردة اللي هو سنجل، واقول له اوكي. حلو خالص. عندك رمز اسمه اللي هو distributed، بصوا كده عمل ايه، انا هرجع خطوة لورا واروح اقول له distributed، ايه اللي حصل؟ بعد ما بين ايه، ما بين بعض الكلمات، عمل تباعد، بصوا كده، بحيث ان هو يملي لك السطر بتاعك. يعني لو جيت من غير ما اعمل ديستريبيوتد هو وقف لك لحد هنا، لا انا عايز املي السطر بتاعي
تملى لك السطر بتاعك. طيب قبل ما نعمل كل الشغل والكلام اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا قلنا ايه قبل ما ابتدي اكتب، سواء كان في الباوربوينت او في الوورد او في الاكسل، بشوف التكست دايركشن، اتجاه النص. اولا انا بكتب انجليزي ولا عربي؟ انا بكتب انجليزي، فاقول له ايه ليفت تو رايت. طب لو بكتب عربي؟ رايت تو ليفت، يعني من اليمين الى اليسار. ولازم الكلام ده اعمله قبل ما ابتدي اكتب، قبل ما ابتدي اكتب واشتغل. طيب عندك بعد كده رمز اللي هو لو عايز اضيف اعمده. انا رحت قسمت عندي الباراجراف الى عمودين، قسمته الى 3 اعمده بالشكل ده. طيب فاكرين في الوورد كنا بنعملها ازاي؟ كنت بروح على حاجه اسمها لاي اوت او تخطيط، واروح على حاجه اسمها كولوم او اعمده، وبختار مثلا ادي عمودين، ادي 3، وهكذا. شوف انت عايز تقسمه لكام عمود، يعني مدي لك الاداء فين؟ في قائمة هوم او الصفحة الرئيسية بتختار. طب لو عايز اعمدة اكتر، هقول له حاجة اسمها المور كولوم. بيقول لك هنا النمبر، يعني عدد الاعمدة اللي انت عايزها 5، واقول له اوكي، فقسمها لل5، قسمها لك ل5. طيب عندك بعد كده حاجة هنا اسمها التكست دايركشن، الكلام اللي انت كاتبه داخل البوكس اتجاهه يكون ازاي؟ اهو ده اتجاه الكلام المكتوب داخل البوكس نفسه، من هنا من العلامة دي تكست دايركشن بتختار الاتجاه. طب لو قلت له مور اوبشن، بيظهر ليك اعدادات اكتر. هنا بيقول لك الفيرتيكال الاينمنت، المحاذاة بتاعتك الرأسية عايزها مثلا ازاي؟ التكست دايركشن اتجاه النص عايزه ازاي؟ مثلا هنا الليفت تو رايت، اختار مثلا من دي، اختار حاجة بالشكل ده، اختار هنا اتجاه النص عايزه ازاي. ده بيقول لك الليفت مارجنز، الهامش اللي احنا كنا اخدناه في برنامج الوورد، اللي هي الحاجات الاطراف الفاضية اهو. الجزء ده اسمه هامش ايسر، ده هامش ايمن، اللي من فوق هامش اعلى، واللي من تحت هامش اسفل. نفس القصة، بيقول لك هنا الليفت مارجنز، الرايت مارجنز، والتوب مارجنز، والبوتم مارجنز. مارجن معناه ان الهامش الايسر والايمن، والاعلى والاسفل. طيب اعمل كنترول زد. تحتها في كلمة اسمها الالاين تكست. الالاين تكست هتبان فين؟ هتبان مثلا هنا اهو. دلوقتي الكلام بتاعك اللي انت كاتبه موجود فين؟ في اسفل البوكس او الصندوق اللي انا فاتحه في البوتن. طيب عايز اخليه مثلا في المنتصف، هروح اقول له ميدل، منتصف البوكس. طيب عايز اخليه اعلى، خليه توب. يبقى دي خاصة بالمحاذاة، بس اللي داخل فين؟ داخل البوكس، عايزه من أعلى ولا من أسفل ولا في المنتصف. طيب لو قلت له مور أوبشن، برضو ظهرت معاك نفس الإعدادات اللي هي ظهرت معايا من شوية. طيب رحت جيت على الشكل اللي بعد كده اسمه كونفيرت تو سمارت أرت، ورحت اخترت شكل من الأشكال دي. فحول الشكل بتاعك الى مخطط تفصيلي اهو. ده لو عايز احول الشكل بتاعي الى مخطط تفصيلي، اقول له convert to smart art، تختار الشكل المناسب اللي انت عايزه. هعمل دبليكيت، انا مش عايز الشكل ده. هروح على انسرت واقول له تكست بوكس، اختار
اختار مثلا جزء من الكلام ده واقول له بيست. بس لا، هو ليه مش راضي يظهر معايا؟ عشان خاطر انا اصلا عامل دوبليكيت للشريحة، وانا اصلا محول الكلام اللي داخل الشريحة الى سمارت ارت. ايوه، اي كلام عندك لازم يكون في بوكس. يعني انا ما ينفعش اقدر اشتغل في الباوربوينت الا بالبوكس ده، من غير البوكس ده مش هقدر اشتغل اصلا. لكن الوورد متاح ان انت تكتب في اي مكان انت عايزه، في اي مكان انت عايزه. طيب، هدرج مثلا شريحة تانية بالشكل ده، ورحت من قائمة هوم عندك في جروب اسمه دروينج، واختار منه شيب، شكل. ارسم الشكل بتاعي، انا رسمت الشكل، فهتلاقي ظهرت من فوق حاجة اسمها الشيب فورمات. لو الناس تفتكر في قائمة هوم درسناها بالتفصيل الممل اهو. ده لو عايز اضيف هنا شكل تاني، ضيف. طب وقفت على الشكل ده وقلت له حاجة اسمها الايديت شيب، وقلت له حاجة اسمها الايديت بوينت، وانا عايز اغير النقاط بتاعت الشكل. ابتدي اغير زي ما انت عايز، من هنا اقول له ايديت بوينت، ابتدي اغير زي ما انت عايز. طب لو قلت له تشينج شيب، انا عايز اغير الشكل اللي انا واقف عليه، خليه بالشكل ده بس. انا كده غيرته، وبقف عليه واقول له ايديت شيب، واختار حاجه اسمها تشينج شيب او ايديت بوينت. عندك حاجه اسمها تكست بوكس، ده لو عايز ارسم مربع نص. طيب عندك حاجه هنا اسمها الشيب ستايل، دي الستايلات الخاصه بالشكل اللي انت واقف عليه. شيب فيل، دي الوان اكتر. تمام، البيكتشر لو عايز اخلي صورة داخل الشكل اللي انا واقف عليه اهو بالشكل ده. الشيب اوت لاين، الحد الخارجي، او خلينا نرجع تاني للشيب فيل. عندك حاجة اسمها جريديانت، دي اللون التدريجي. تيكتشر، دي الوان اكتر ظهرت معاك. الشيب اوت لاين ده الحد الخارجي بتاعك، لون الحد الخارجي انا عايزه مثلا اهو باللون ده، ده يقصد بيه الحد الخارجي. السمك بتاعه من الويت، ده السمك بتاع الحد الخارجي. ستاكد، دي اشكال اكتر للحد الخارجي. الداش اللي هي الخط المنقط، والايرو دي اشكال تانية اهو. يعني انا لو عندي مثلا فين الشيب اهو، عندي السهم بالشكل ده، من الشيب اوت لاين هزود الويت، ورحت قلت له الرو اه، دي اشكال تانية للسهم بتاعك. طيب انا لو جيت كتبت مثلا داخل الشكل ده كلمة معينة، وعايز اغير التنسيقات بتاعتها من حاجة اسمها الوورد ارت، وبختار التنسيق المناسب اللي انا عايزه. تكست فيل، دي الوان اكتر بتظهر معاك. تكست اوت لاين، الحد الخارجي لايه، للكلمه اللي انت كاتبها. تكست افكت، دي تاثيرات اكتر بتظهر للكلمه بتاعتك، دي تاثيرات اكتر للكلمه اللي انت كاتبها. تختار الشكل اللي انت عايزه تشتغل عليه. طيب انا لو عندي شكلين مثلا، الشكل ده والشكل ده فوق بعض، ورحت على حاجة اسمها السند تو باك، قلت له سند تو باك خلال الشكل ده خلف الشكل التاني. طيب الشكل اللي من ورا عايز اخليه اعلى الشكل اللي قدامي، هقول له برينج تو فرونت، او برينج تو فرونت اللي هو احضار الى الامام. طيب سيلكشن بين، بيظهر ليك من هنا الاشكال اللي انت ايه ضايفها، الحاجات اللي انت ضايفها داخل الباوربوينت. علامة العين تخفيها. طيب علامة القفل، علامة القفل بتخلي لك الشكل ثابت مكانه، ما اقدرش احركه اهو. شلت علامة القفل، احرك فيه زي ما انا عايز. اما لو دست عليها تاني اللي حصل، اتقفلت خلاص. طيب حلو خالص،
عندك بعد كده حاجه اسمها الالاين، المحاذاه بتاعت الشكل، انا عايز الشكل فين بالظبط في السلايد او الشريحه. روتيت، التدوير بتاع الشكل، الدوران بتاعه. المور روتيشن اوبشن، زاويه الدوران. هنا بيقول لك هنا الهايت، الارتفاع بتاع الشكل. الويدث، العرض بتاع الشكل. الروتيشن، زاويه الدوران. وهنا البعد بتاع الارتفاع والبعد بتاع العرض. هنا البوزيشن، المكان بتاعه، هوريزنتال بوزيشن، الموضع الافقي بتاعه بزاويه قد ايه. فبيقول لك فروم ايه، توب ليفت كورنر. كورنر اللي هو جانب، هو من ناحيه اعلى يسار الكورنر. طيب الفيرتيكال بوزيشن اللي هو الموضع بس بتاع الشكل من الناحيه الرأسيه. طيب هنا الحجم اللي هو الارتفاع والعرض بتوع الشكل بتاعك. اي هندسه ينفع في الاعلانات طبعا، يعني بدل ما تستخدم الوورد هيكون صعب معاك في الاعلانات، الباوربوينت عشان هتلاقي فيه ميزات اكتر فيسهل عليك موضوع الاعلانات. تمام. طيب انا لسه في قائمه هوم. الرينج دي بتعمل ايه؟ لو عندي شكلين فوق بعض، لو عايز اخليه من ورا اقول له سند تو باك، عايز اخليه في الامام برينج تو فرونت وهكذا، عايز اعمل له تدوير من روتيت، عايز اعمل له محاذاه من الاين. طيب حلو خالص لحد الان. طيب جيت ادرسش انا مثلا شكل، وعندك حاجه اسمها الكويك ستايل، هيظهر لك ستايلات سريعة للشكل اللي انت ضايفه اهو. دي كلها ستايلات للشكل اللي انت ضايفه. طيب الشيب فيل، لون التعبئة للشكل اللي انت ضايفه. الشيب اوت لاين، الحد الخارجي بتاعه، الحد الخارجي بتاع الشكل. طيب الشيب افكت، زي ما قلنا دي تأثيرات أكتر، قلت له فايند أو بحث، قلت له فايند أو بحث، رحت كتبت مثلا كلمة كويك، قلت له فايند نيكست، فراح علم لك على الكلمة اللي أنت بتدور عليها كلمة كويك. طيب عايز أعمل لها استبدال من ريبليس، انا عايز اشيل كلمة كويك واحط مكانها كلمة فاست، واروح اقول له فايند نيكست اهو، او اقول له ريبليس فايند نيكست لو انا هدور على كلمة كويك اعلم عليها. طيب لو عايز استبدل اول كلمة اسمها كويك في المستند هتجابلني، هقول له ريبليس، شالها وحط مكانها كلمة فاست. طب لو عايز استبدل كل الكلام الموجود في المستند بكلمة كويك، ريبليس قول لا. بعد كده حاجه اسمها السيلكت، ده لو عايز اعمل سيلكت للكلام المكتوب عندك، هي اختصارت كنترول ايه. طيب عندك حاجه اسمها الديزاين ايديا، دي افكار للشريحه اللي انت واقف عليها، دي بيدي لك افكار اهو، دي كلها افكار للشريحه اللي انت واقف عليها. طيب هنا إدراج شكل، أنا بيسجل لك، يعني مثلا دلوقتي أنا عايز أغير اللغة بتاعتي، عايز أغيرها أقول له والله من هنا مثلا أنا عايز هغيرها، عايز أختار اللغة مثلا الفرنسية بس، وبعد كده ألغي، المفروض يكون ظهر معايا، بس دي لازم تظبط معايا، شوف أنا عايز إيه بالظبط فيها. ده بيعمل زي مسجل بيشوف انا عايز ايه، يقول لك باورد باي مايكروسوفت سبيتش سيرفيس. طيب مش هتكون موجوده في كل حزمه مايكروسوفت، تكون موجوده في 365. طيب ده بالنسبه لقائمه هوم. قائمه هوم فيها اي مشكله بالنسبه للناس؟ قائمه هوم فيها اي مشكله بالنسبه للناس؟
طيب كويس خالص، ده بالنسبة لقائمة هوم. هنيجي ندخل بعد كده على قائمة انسرت أو إدراج. من اسمها انسرت أو إدراج، أنا عايز أعمل إدراج لحاجة داخل الباوربوينت. إحنا قلنا نيو سلايد، هدرج شريحة جديدة. طيب كريز سلايد بيظهر ليك اللي هو البرزنتيشن اللي أنت كنت فاتحها قبل كده، بتحددها مثلا وتقول له انسرت اول، هيدرج لك كل الكلام ده فين؟ داخل الشريحة اللي انت فاتحها. طيب تيبل، لو عايز ادرج جدول اهو من انسرت واختار تيبل، يا اما اقول له كلمة اسمها انسرت تيبل واجي اكتب هنا عدد الاعمدة وعدد الصفوف، نمبر اوف كولوم ونمبر اوف رو. طيب يا اما من تيبل اختار حاجه اسمها درو تيبل، المره دي هبتدي ارسم انا الجدول بتاعي بالشكل اللي انا عايزه. ابتدي ارسم انا الجدول بتاعي بالشكل المناسب ليا. ازاي السلايد تاني؟ ممكن توضيح للسؤال؟ الطريقة الأخيرة اللي هو الإكسل سبريد شيت، ده لو عايز أعمل شيت أو عايز أعمل جدول بس عن طريق الإكسل، جدول عن طريق الإكسل. أنا من نيو سلايد بدرس شريحة تانية أهو، نيو سلايد بختار الشريحة اللي أنا عايزها من نيو سلايد واختار الشريحة. طب انا هدرج تيبل اهو بالشكل ده برضو نفس اللي احنا شرحناه بالتفصيل في الوورد، هعمل مراجعة سريعة عليهم. اول ما ادرج التيبل ظهر معايا حاجة اسمها تيبل ديزاين واللي اوت. طيب بس قبل ما اكملها نرجع، في حد بيسأل على موضوع ريس سلايد، بيظهر لك ناحية اليمين الشرائح او الباوربوينت اللي انت كنت فاتحها قبل كده، الباوربوينت اللي انا فتحتها قبل كده اضغط عليها بس واقول له انسرت اول، يعني ادرج لي كل اللي موجود ده فين؟ داخل الشريحة اللي انا فاتحها دلوقتي. طيب حلو، خلصت لحد دلوقتي. طيب لو عايز افتحه اقول له اوبن ان باوربوينت، رش تيبل ورحت له على حاجه اسمها تيبل ديزاين. قلنا الجزء الاول ده كله خاص بايه؟ ستايلات الجدول، ادي التيبل ستايل دي كلها ستايلات للجدول بتاعي. طيب انا واقف بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي، اعمل تظليل للصف الثالث لاي لون من اختيارك. حددت الصف الثالث واروح على حاجه اسمها شادنج واختار اللون اللي انا عايزه اهو بالشكل ده، كده انا عملت ظل ليه. طيب بقول لك اعمل لي خط مزدوج للصف الاول من حاجه اسمها بوردر، واقول له ايه هنا؟ بيقول لي حاجه اسمها لا عايزه اول بوردر ولا عايزه اوتسايد ولا عايزه انسايد ولا عايزه ايه بالظبط. وانا لو عايز اعمل خط مزدوج بحدده وبروح على هوم، كنا في قائمة في برنامج الوورد كنا بنعمله ازاي؟ الانسيرت كنا بنحدده بالشكل ده، وفي قائمة هوم في علامة اللي هو البوردر، واروح اقول له حاجة اسمها البوردر اند شادنج، واجي اختار من هنا خط مزدوج. كده انا عملت الخط المزدوج بتاعي. طب عايز اعمل له مثلا ظل من فين؟ من تيبل ديزاين اختار حاجه اسمها شادنج واختار اللون اللي انا عايزه. طيب الافكت دي تاثيرات المره دي خاصه بالجدول، يعني حتى الجدول المره دي ليه تاثيرات.
الجدول بتاعك اللي انت بتعمله ليه تأثيرات؟ اه ليه تأثيرات. خلينا زي ما احنا هنا عندك في الاول اهو زي ما انتوا شايفين، دي برضو ستايلات. انا رغى لك الصف الاول اللي هي الرو اهو. طيب التوتال رو عمل لك زي المجموع الكلي مثلا للصفوف. طيب البندد رو بصوا بيعمل ايه في النص. طيب الفيرست كولوم العمود الاول بالشكل ده، لاست كولوم العمود الاخير، البندد كولوم تلاقيها بتظهر بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. فدي كلها جزء ستايلات كويك ستايل. الكلام نفسه اللي انا كاتبه داخل الباور داخل التيبل اهو، دي السلات بتاعته هنا التكست فيل. ده هتلاقي فيه الوان تانية ظهرت لي او الوان اكتر للكلام اللي انا كاتبه داخل الباوربوينت. ده اللي هو التكست اوت لاين، ده الحد الخارجي بتاع الكلام اللي انا كاتبه. تكست افكت دي تأثيرات اكتر هتظهر معاك. طيب عندك هنا الدرو بوردر، ده لو عايز ارسم جدول، انا عايز ارسم حد اهو لازم امشي عليه. انا كده برسم جدول تاني من تحت، لا انا المرة دي مش عايز ارسم جدول. اروح من هنا اختار حاجة اسمها البين كلر، اختار اللون اللي انا عايزه، واختار مثلا البوردر اللي انا عايزه، واختار السمك بتاعه، واروح امشي على الحد الخارجي. بيعمل ايه اهو؟ بيرسم لك جدول على الجدول اللي انت واقف عليه. تلاحظ ان في بعض الميزة عن الوورد. طيب عايز امسح اللي انا عملته من الايرزر، امسح اضغط عليه بس، جرب امشي عليه عشان احذف بس. طيب بالنسبة للاي اوت الجزء الثاني، اللاي اوت عندك اول جزء السيلكت، امسح بس ده ارجع خطوة ورا. عندك السيلكت بيعمل لك تحديد للجدول بالكامل، يا اما لو قلت له سيلكت كلهم بيحدد العمود اللي انت واقف عليه، اما سيلكت رو بيحدد اللي هو الصف. فيو كلهم بيظهر لك زي اعمده صغيره زي ما انتم شايفين اللي بيظهر في الصف الاول. طيب ديليت لو عايز احذف عمود، لو عايز احذف صف رو، لو عايز احذف جدول. طب انا واقف في الصف الثاني عايز ادرج صف من فوق، هقول له انسرت ابوف. عايز ادرج صف من تحت اقول له انسرت بلو. طيب عايز ادرج عمود ناحية اليسار اقول له انسرت ليفت. عايز ادرج عمود ناحية اليمين هقول له انسرت رايت. طيب حددت مثلا خليتين وعايز اعمل لهم دمج من حاجة اسمها الميرج سيل او دمج الخلايا. طيب الاسبليت سيل بيعمل ايه؟ بيعمل لي انشطار او انقسام للخلية اللي انا واقف عليها. الخلية دي انا عايز اعمل لها انقسام من سبليت سيل، انا عايز اقسمها لعمودين وصفين مثلا. فقسم لي الخليه اللي انا واقف فيها عمودين وصفين زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب السيل سايز ده اللي هو حجم الخليه، يعني جاب لك سؤال غير حجم الصف الثالث، هغير في الارتفاع والعرض. طب لو قال لك غير ارتفاع هغير ارتفاع بس، غير عرض هغير عرض بس. فده ارتفاع الخلية وهنا عرض الخلية. جيت هنا مثلا في الجزء ده اللي جيت هنا يعني مثلا بالشكل ده، تمام. عندك حاجة اسمها ديستريبيوت رو، عمل لك ايه في الديستريبيوت رو؟ ساوى الصفوف ببعض، يعني خلى مقاسات الصفوف كلها واحد. طيب الديستريبيوت كولوم خلى لك اللي هو الأعمدة كلها بنفس الحجم.
خلى لك الأعمدة كلها بنفس الحجم. طيب في حاجة اسمها الألاينمنت، الجزء اللي أنت شايفه من فوق ده لو عايز أخلي الكلمة في المنتصف، لو عايز أخلي الكلمة ناحية اليسار أخلي الكلمة ناحية اليمين. طيب اللي تحت بعض الكلمة عندك موجودة فين؟ السنتر خلالك في النص. طيب دي حاجة اسمها الست ليفت تو رايت تيبل وست رايت، ست رايت تو ليفت. الجدول نفسه اللي انا شغال عليه واللي بكتب عليه عايز اخليه من اليسار الى اليمين ولا من اليمين الى اليسار؟ تختار من هنا، يعني اتجاه الجدول بتاعك عايزه من الشمال لليمين ولا من اليمين للشمال؟ طيب الكلام اللي كاتبه داخل الجدول، طيب يبقى زي ما قلنا هنا العلامتين اللي جنب بعض حاجه اسمها السيت تيبل ليفت تو رايت وست تيبل رايت تو ليفت. الجدول بتاعي الاتجاه بتاعه او الاورينتيشن عايزه من اليمين الى اليسار ولا من اليسار الى اليمين؟ طيب الكلمه نفسها اللي موجوده داخل الجدول التكست دايركشن الاتجاه بتاعها هيكون ازاي؟ طيب السيل مارجنز هوامش الخليه، زي ما الصفحة ليها هوامش فالخلية ليها هوامش أهو، والهامش الأيمن رايت والهامش الأعلى توب. أنت فين أصلا؟ في السنتر. طيب التكست دايركشن اتجاه النص، ارتفاع الجدول الارتفاع، فالعرض مش بيتغير، اظبط زي ما انا عايز. ولما اجي اغير في الارتفاع فالعرض يعني تثبيت، يعني ده لوحده حلو خالص. زي ما قلنا في اخر حاجه التيبل سايز او حجم الجدول، هنا الجزء الاخير ده خاص بالصور. يعني الصور سيلكشن بين بيظهر لك الحاجات اللي انت ضايفها في الباوربوينت، الالاينمنت المحاذاه، روتيت التدوير، السند باك والبرينج فرونت لو عندي حاجتين فوق بعض عايز اخلي حاجه من ورا وحاجه من قدام. طيب ده بالنسبة للي اوت، وبالنسبة للتيبل ديزاين، وده الجدول بتاعك بإعداداته كلها. طيب عايز اضيف المرة دي صورة، هروح اقول له حاجة اسمها بيكتشر او صورة. عايز اضيف صورة مثلا من الجهاز، هقول له this device، واروح اختار الصورة اللي انا عايزها واقول له insert او ادراج، فكده ادراج لي صورة. برضه بيدي لك افكار للصوره بتاعتك اهي، دي كلها افكار للصوره. اللي انت عايزها، نفترض فكره معينه عجبتك اهو بالشكل ده، ممكن على فكره تصميم تعمله وتضيفه في الباوربوينت وتغير الافكار بتاعته، فانا هضيفه بالشكل ده. طيب ظهرت معاك من فوق حاجه اسمها فورمات، عندك ريموف باك جراوند بيزيل لك الخلفيه، بيقول لك مارك اريا تو كيب، يعني علم على المناطق اللي انت عايز تحافظ عليها. امشي عليها بالقلم بالشكل ده اهو. طيب بيقول لك مارك اريا تو ريموف، علم على المناطق اللي عايز التغيرات اللي انا عملتها، ديسكارد اول تشينج، لو عايز احفظ اقول له كيب تشينج. كويس حلو. طيب يا ريت يعني بعد اذن الناس وقت ما تلاحظوا ان في اي مشكله توقفوني. تمام
ضفت صورة من انسرت، وبعد كده اخترت حاجة اسمها بيكتشر او صورة، تمام. اول ما دست على الصورة ظهرت من فوق حاجة اسمها البيكتشر فورمات، واروح اقول له حاجة اسمها ريموف باك جراوند او ازالة الخلفية، فظهرت حاجة بالشكل ده. الجزء اللي هو باللون البنفسجي ده الجزء اللي هو هيتشال. طيب عايز في مناطق معينة عايز احافظ عليها من كلمة اسمها مارك اريا تو كيب، اهو امشي عليها بس بالقلم هحافظ عليها. طيب مارك اريا تو ريموف، المناطق اللي انت عايز تشيلها اهو، اجيها ظهرت باللون الاحمر. طيب عايز اهمل كل اللي انا عملته، discard all change، اما لو عايز احافظ على اللي انا عملته keep change. طيب خلصت وعايز اعرض من سلايد شو دي اللي هناخدها كمان شوية ان شاء الله باذن الله. اقول له خلاص انا مش عايز اعمل اهمال للتغيرات بتاعتي. عندك بعد كده حاجة اسمها الكوريكشن او الاستايلات بتاعتك التصحيحات، بتختار الستايل اللي انت عايزه. الكلر نفس القصة، بيديك برضو ستايلات تانية. طيب ال ارتسيك افكت بيديك برضو تأثيرات اكتر، دي كلها تأثيرات بتختار منها المناسب ليك. طيب الترانسبيرنسي الشفافية، ترانسبيرنسي اللي هو معناها الشفافية أو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. عندك حاجة اسمها الكومبريس بيكتشر، بيعمل لي زي ضغط للصورة في المستند عشان يقلل حجمها. أقول له أوكي. طيب تشينج بيكتشر، نفترض انا عندي حاجة بالشكل ده او عندي صورة وغيرت الاستايلات بتاعتها ورحت على كلمة اسمها change picture، اقول له from a file، يعني انا عايز صورة من الملف بتاعك، اختار اي صورة واقول له insert، ضافها لك بس بنفس الاستايلات اللي انا عملتها بنفس الاستايلات اللي انا. طيب ريسيت بيكتشر كانت في الاول. طيب البيكتشر ستايل دي كلها ستايلات خاصة بالصورة بتاعتك. بيكتشر ستايل خاص بستايلات الصورة اللي انت شغال عليها دلوقتي. طيب البيكتشر بوردر، الحد الخارجي بتاع الصورة. طيب البيكتشر افكت، تأثيرات اكتر للصورة. طب البيكتشر لي اوت، بيغير لك الصورة لمخطط تفصيلي، تختار المخطط التفصيلي اللي انت عايزه. انا لو عندي صورتين فوق بعض وعايز اخلي واحدة من ورا واحدة من قدام، اللي هو bring to front وsend to back selection بين، زي ما قلنا بيظهر لي كل الحاجات اللي عامل لها ادراج داخل السلايد. align المحاذاة بتاع الصورة عايزها فين بالظبط، الروتيت بيعمل لي تدوير ليها. طيب الهايت والويتس، العرض والارتفاع بتوع الصورة. طب لما اجي اغير في الارتفاع فالعرض بيتغير لوحده، انا مش عايز الكلام ده. شايفين العلامة اللي من تحت الصغيرة اللي هي جنب كلمة سايز، هدوس عليها. واشيل علامة الصح من كلمة اسمها لوك اسبكت ريشيو، وارجع اغير في الارتفاع، هيتغير بدون ما يأثر معايا على العرض. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب لو قلت له كروب او قص، فظهر ليك زي مستطيلات صغيرة من خلالها بقدر أعمل قص للصورة بتاعتي أهو. أنا بقص
رحت دست في مكان فاضي بره، فكده ايه راح عمل لي قص بالصوره بتاعتك. طيب لو قلت له كروب تو شيب هيقص لي الصوره بس الى شكل اهو، الشكل اللي انا مختاره وحطيت في الصوره. ممكن اعمل صوره واختار الشكل ده، ممكن انا عملت تصميم معين وعايز اخليه داخل بوكس، من كروب اقول له كروب تو شيب وبختار الشكل اللي انا عايزه. طيب ده بالنسبه للقص. طيب قبل ما اكمل، الصوت واضح بالنسبه للناس لحد دلوقتي ولا برضو في مشكله؟ يعني جزء الصوره في اي مشكله؟ تمام، كويس خالص، يعني الصوت واضح، تمام جدا. عندي بعد كده حاجه اسمها السكرين شوت، ورحت قلت له كلمه اسمها السكرين كلابنج، بياخد لي سكرين للحاجه اللي هي ورا الباوربوينت اهو، ده اللي ورا الباوربوينت. فظهرت صوره بنسبه بهتان، اروح احدد كليك شمال واسحب اهو، هلاقيها ادرجها لي فين؟ ادرجها لي داخل الباوربوينت. يبقى من انسرت وسكرين كليبنج سكرين شوت، واختار حاجه اسمها سكرين كليبنج، بياخد سكرين للشاشه اللي هي ورا ايه؟ ورا الملف اللي انا فاتحه اهو، فضفت معايا. طيب لو قلت له الفوتو البوم، قلت له نيو فوتو البوم، قلت له مثلا انا عايز البوم صور، يعني انا عندي مجموعه صور عايز اضيفهم، اقول له فايل او ديسك وبختار الصوره اللي انا عايزها. طيب عايز اضيف شكل زي ما اتفقنا وزي ما قلنا، من حاجه اسمها شيب، وبختار الشكل اللي انا عايزه اهو بضيف عادي. وادي اعدادات الشكل او التنسيقات الخاصه بالشكل. طيب عايز اضيف ايكونز، بس الايكونز وال3 دي مودلز زي ما اتفقنا لازم اكون متصل بالانترنت. هذه الايكونز بختار الايقونه اللي انا عايزها، اقول له انسرت، فادي الايقونه اتضافت معايا. ده اللي هو زي ما قلنا الشكل او الحد الخارجي بتاعه عايزه ازاي. ده الجرافيكس فيل لون التعبئه، ده اللي هو الحد الخارجي الاوت لاين بتاعه، ده تأثيرات أكتر ظاهرة ليه. ده لو عايز أحوله إلى شكل عادي convert to shape، أنا كده حولته لشكل أهو، وهتلاقي من فوق ظهرت التنسيقات الخاصة بالشكل. هنا ال change graphic ده لو عايز أغير الجرافيك اللي أنا عامله، أنا عايز أغير أصلا الشكل ده بس. طيب لو عايز اضيف موديلز هقول له 3 دي موديلز، لو عندي موديلز من جهاز يا اما اقول له حاجه اسمها الستوك 3 دي موديلز، يعني الحاجات الموجوده عندي عن طريق الانترنت، اختار الموديلز اللي انا عايزها او النماذج اللي انا عايزها. بس دي لازم اكون متصل بالانترنت. اقول له انسرت، بيحملها لي. استنى عليه، ممكن في مشكلة عندي في التحميل لحد ما اتحمل. عشان برضو ما نطولش فيها انا مش عايزها خلاص. عندك بعد كده حاجة اسمها السمارت ارت او المخطط التفصيلي، من انسرت اقول له سمارت ارت واختار شكل المخطط التفصيلي اللي انا عايزه.
واقول له اوكي. ادرج لي مخطط تفصيلي، فظهرت من فوق حاجه اسمها السمارت ارت ديزاين وحاجه اسمها فورمات. فورمات دي اللي احنا شرحناها بالتفصيل الممل برضو في الصوره وفي الشكل. هنا تشينج شيب ده لو عايز اغير الشكل اللي انا واقف عليه. طيب اللارج بيكبر الشكل، سمولر بيصغر الشكل. طيب عندك دي اللي هو برضو استايلات اكتر للشكل زي ما انتم شايفين. ده اللي هو لون التعبئة، اللون لو عايز لون اكتر، ده الحد الخارجي، وده اللي هو التأثيرات، وده لو عندي كلمة بكتبها داخل ال داخل السمارت ارت وعايز اغير الستايل بتاعها، ده اللي هو لون الوان اكتر عندي. ده الحد الخارجي بتاع الخط، ودي تأثيرات اكتر للخط. دي مش عايزها. وزي ما قلنا هنا البرينج تو فرونت والسند تو باك والسيلكشن بين والالاين والروتيت، وهنا الارتفاع والعرض بتوع الشكل بتاعي. طيب سمارت ارت ديزاين الجزء ده اللي هو السمارت ارت ستايل، دي ستايلات للمخطط التفصيلي اللي انا عامله. ده تشينج كولر لو عايز اغير الالوان بتاعتي، تشينج كولر لو عايز اغير الوان المخطط التفصيلي. طيب لي اوتس اهو، المخطط التفصيلي اللي انا كاتب فيه كلام كتير. هو كاتب فيه حاجات بالشكل ده. اول ما اختار اي تخطيط تاني هيتم ادراجه بس بالشكل اللي انا مختاره اهو. حتى الكلام اللي انا كاتبه داخل المخطط التفصيلي موجود زي ما هو. طيب ريسيت جرافيك بيرجعه لك زي ما كان الاول، بيشيل لك كل الاستايلات اللي انت عملتها عليه. طيب كونفيرت تو تكست ده لو عايز احوله الى نص بالشكل ده. طيب لو قلت له convert to shape احوله لشكل المرة دي مش للمخطط التفصيلي اهو، فظهر لك التنسيقات الخاصة بالشكل ده. بيجي ايه شكل عندك smart art. تمام كويس خالص. طيب الجزء الاول create graphic، يعني انا لو واقف هنا وقلت له add shape ضاف لي شكل تاني. طب لو قلت له اد بلت بيضيف لك نقاط اللي هو التعداد النقطي. طيب التكست بين المربع اللي هو بكتب فيه الكلام، مربع التكست النصوص. ادي عندك الوورد، ادي عندك الباوربوينت، الاكسل، الاكسس، ممكن امسح من هنا اللي انا عايزه واكتب مثلا اهو. فبيكتب معايا، فبيكتب معايا بالشكل ده وبيمسح. اعمل كنترول زد. طيب حاجة اسمها ديموت، بصوا كده ديموت بيعمل ايه. هنا بيقول لك ديموت معناها ان هو بيعمل لك ليه، بيقلله لك مستوى، بيقلله مستوى. طيب بروموت بيعله لك مستوى. يبقى هنا بروموت اللي هو حاجة اسمها انكريز تو ليفل، بيعلي لك بالمستوى بتاعه. اما الديموت بيقلل لك المستوى بتاعه بالشكل ده. طيب رايت تو ليفت بيبدل، يخليه بدل ما موجود في اليسار هخليه ناحية اليمين، وبدل ما هيخليه ناحية اليمين هخليه ناحية اليسار. طيب موف اب هيطلعه خطوة لفوق، موف داون هنزله خطوة لتحت. طب بالنسبة للسمارت ارت، طيب قبل ما اكمل الصوت لحد الآن كويس؟ صوت لحد دلوقتي كويس؟
الصوت لحد دلوقتي كويس ولا في مشكلة؟ طيب كويس عند كل الناس؟ طيب هاجي بعد كده اضيف حاجة اسمها شرط او رسم بياني، هدوس عليه واختار الرسم البياني اللي انا عايزه، هيتم ادراج معايا الرسم البياني وفتح معايا شيت اكسل اللي انا مش عايزه. شكله بتاع بس اصوره شوية. ده رسم البيان بتاعك، هتلاقيه ظهرت من فوق برضو حاجة اسمها فورمات وحاجة اسمها الشارت ديزاين، برضو دي تصميمات اكتر ظهرت او استايلات ظهرت معاك، وظهرت معاك هنا التنسيقات اللي احنا برضو غيرناها فين في السمارت ارت اللي هو المخطط التفصيلي، وفي الشكل وفي الصورة هي ظهرت تاني هنا، ده اللي هو الشيب ستايل، شكل الشكل الستايل بتاع الشكل بتاعي اهو. لو وقفت على عمود معين ادي الشكل بتاعه بتغير فيه زي ما انت عايز، ده هي لون التعبئة، الاوتلاين الحد الخارجي لتأثيرات اكتر، ده اللي هو الكلام اللي انا كاتبه نفسه، اقول له مثلا تيبل او اي حاجة انا اكتبها، ده لو عايز اغير الستايلات بتاعتها من سمارت من وورد ارت ستايل، ده هنا التكست فيل الوان اكتر للخط، تكست اوت لاين الحد الخارجي، واللي هو تكست افكت تاثيرات اكتر، هنا الالاين والروتيت اللي هو التدوير، والالاين المحاذاه، والبرينج تو فرونت والسند تو باك، وعندك بعد كده اللي هو السايز حجم الرسم البياني الارتفاع والعرض بتاعه. طيب انا هنا في حاجه اسمها الكرنت سيلكشن، الجزء اللي انت واقف عليه حاليا اسمه ايه؟ انا واقف على ده اهو، بيقول لك اسمه سيريس 1. طب انا عايزك توقف لي مثلا على حاجه اسمها الهوريزنتال اكسس، اهو واقف على الهوريزنتال اكسس. طب لو قلت له فورمات سيلكشن ممكن اغير زي ما انا عايز في الستايلات بتاعت الحاجه اللي انا واقف عليه. انا هرجع خطوة لورا. طيب ريسيت تو ماتش ستايل بيرجع لك التابل بتاعك زي ما كان في الاول. طيب ده لو عايز اضيف شيب. طيب ندخل على حاجة اسمها الشارت ديزاين او التصميمات الخاصة بالرسم البياني، رسم البياني بتاعك. طيب تشينج كولر ده لو عايز اغير الوان، تشينج كولر بيغير معاك الالوان. طيب حلو خالص. عندك حاجه اسمها سيلكت داتا، سيلكت داتا فتح معاك شيت اكسل وفتح معاك مصدر بالشكل ده. انا عايز هنا مثلا اخلي السيريس 1 هقول له مثلا سويتش روت وكولوم، فبدل ما بين الأعمدة والصفوف. عايز أضيف عمود هقول له أد وأكتب اسمه، عايز أعمل له تعديل من إديت، عايز أعمل له إزالة من ريموف أو إزالة. طيب لو قلت له إديت داتا فتح معاك اللي هو شيت الإكسل، بيقول لك عدل فيه زي ما أنت عايز، عدل فيه زي ما أنت عايز. طب لو قلت له حاجة اسمها تشينج شارت تايب هيغير معاك الستايل بتاع الرسم البياني اهو، غير ليك الستايل بتاع الرسم البياني. طب الكويكلي اوت دي تخطيطات سريعة لإيه؟ للرسم البياني بتاعك. طيب
اول حاجه عندك حاجه اسمها الاد شارت اليمنت، العناصر بتاعه رسم البيان، الاكسس دي المحاور اللي هي الارقام اللي هي موجوده ناحيه اليسار زي ما انتم شايفين. طيب الاكسس تايتل اللي هو العنوان بتاع المحاور، الاكسس تايتل هو هتلاقيه ظهر ناحيه اليسار فيرتيكال، وهنا هتلاقيه ظهر هوريزونتال. طيب الشارت تايتل العنوان الخاص برسم البيان، انا عايزه فين مش عايز عند، انت بتختاره. الداتا ليبل البيانات عايزها تكون موجوده على رسم البيان ولا لا، انا عايزها بالشكل ده مثلا. طيب الداتا تيبل الجدول الخاص بالبيانات، عايزه من تحت ولا الايرور بار اللي هو نسبه الخطا، عايزها تظهر ولا الجريد لاينز ده لو عايز اظهر شبكه بيانيه من ورا. الليجند اللي هو احنا بنسميها سيريس 1 سيريس 2 سيريس 3 هتكون ظاهرة فين بالظبط. طيب ده اللي هو التيبل او الجدول بتاعك. حلو خالص. عندك حاجة اسمها الفورم، بيفتح ليك حاجة اسمها مايكروسوفت فورم، لازم تكون منزله عندك على جهاز الكمبيوتر ولازم تكون متصل بالانترنت. يقول لك الفورم او النماذج تجي ظهر بيظهر بيفتح معاك، بيحاول يفتح معاك. اقول له مثلا يو بس، هو ليه هنا ما قدرش ان هو يفتحه على جهاز الكمبيوتر لان هو مش موجود عندي، فتلاقيه بيفتحه لك على المتصفح بالشكل ده واشتغل عليه. اقول له اد نيو واضيف، فده مايكروسوفت فورم. طيب عندك بعد كده دي لو في اضافات معينة عايز انزلها من الانترنت احطها داخل الباوربوينت. طيب الزوم دي بتعمل ايه؟ قلت له حاجة اسمها سامري زوم، ورحت اخترت مات ضفرك بالشكل ده. في حاجة اسمها السامري سيكشن، سيكشن الملخص. طيب دي انا مش عايزها خلاص، عايز احذف السيكشن ده، هشيله مني واشيل من السلايد اهو دي اهو، اشيل من عليها واقول له انسيرت، انا عايز اشيل من عليها. عندك حاجة اسمها السكشن زوم، أنا عايز أعمل زوم على سكشن معين. طيب عندك حاجة اسمها السلايد زوم، زوم على الشريحة. طيب اللينك ده لو عايز أضيف لينك داخل الباوربوينت أروح أضيف اللينك من تحت. طيب عايز أربطه بملف موجود على جهاز الكمبيوتر أروح أدوس على علامة الفولدر وأختار مثلا المجلد بتاعي اهو، اختار اي ملف واقول له اوكي واقول له اوكي، تلاقيه اتضاف. فبيقول لك كنترول زائد كليك عشان تروح لللينك، اقول له كنترول ودوس على كليك شمال عشان اوصل لللينك بتاعي. ده بالنسبة لو عايز اضيف لينك. طيب انا محدد الشكل ورحت قلت له لينك، فالشكل نفسه هو اللي اتحول للينك، الشكل موجود بس بمجرد ما ادوس على كنترول مع كليك هيروح ليا على الملف اللي انا ضفته. طيب كومنت لو عايز اضيف تعليق معين بضيفه اكتبه هنا. تكست بوكس لو عايز ادرج مربع نص اضغط عليه واقول له ريموف سيكشن. طيب انا واقف مثلا في الشريحة زي دي اهو، ورحت على حاجة اسمها تكست بوكس، في حاجة بيقول لي درو هوريزنتال تكست بوكس، يعني ارسم مربع نص افقي اهو بالشكل ده، ارسم واكتب جواه اللي انا عايزه، يا اما اختار مثلا فيرتيكال تكست بوكس. انا هضيف مربع نص بس رأسي. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها الهيدر اند فوتر، انا عايز اضيف رأس وتسجيل.
طيب لو عايز اضيف عندي التاريخ والوقت بتاعي، اروح اعلم علامة صح على كلمة اسمها الديت اند التايم. طيب انت عايز التاريخ والوقت يعمل له ابديت اوتوماتيك، يعني يتحدث تلقائي، ولا عايزه فيكسد ثابت؟ لا، انا عايزه يتحدث تلقائي. تختار من هنا من اللانجوج اللغة بتاعت التاريخ، انا عايزها مثلا انجليزي، هتلاقي التاريخ اتحول لانجليزي. لا، انا عايزها عربي او عربي. طيب عندك حاجة اسمها الكليندر تايب، نوع التاريخ انا عايزه مثلا هجري، فظهر معاك بالشكل ده. تختار التاريخ بتاعك، النهاردة الجمعة 15 شعبان 1443. طيب لو عايز اضيف ارقام للشرائح، هروح اعلم علامة صح على مربع السلايد نمبر، وهيضيف لي ارقام للشرائح. طيب عايز اضيف فوتر، اللي هو تسجيل العناوين اللي بتكون موجودة اسفل الصفحات، هدوس على فوتر واكتب العنوان اللي انا عايزه. طيب هنا بيقول لك don't show on title slide، يعني الكلام اللي انا عملته دي انا مش عايزه يظهر في شريحة العنوان اللي هي اول شريحة. طيب المرة دي عايز اضيف هيدر رأس، من فوق جنب كلمة سلايد في كلمة اسمها النوتس اند هاند اوت، واروح اعلم علامة صح على كلمة اسمها هيدر، واكتب الرأس بتاعي، واكتب الرأس بتاعي. طيب عندك كلمة اسمها ابلاي، بيعمل لك تطبيق على الشريحة اللي انت واقف عليها. طيب ابلاي تو اول، بيعمل لك تطبيق بس على ايه؟ على كل الشرائح. اهي اتضافت معايا، لقيها اتضافت، ادي رقم الصفحات، ادي الفوتر، وادي اللي هو التاريخ، لقيها بتضاف معاك بالشكل ده. طيب حلو خالص، ده بالنسبة للهيدر اند فوتر. طيب الوورد ارت بيدرج لك مربع نص اهو، بس على اساس اللون اللي انت مختاره. اهو زي ما انت شايفين كده. طيب عندك حاجه اسمها الديت اند تايم، لو عايز ادرج الوقت بتاع اللي احنا عملناها برضو من فين، من الهيدر اند فوتر. طيب عندك بعد كده انسرت سلايد نمبر، لو عايز اضيف ارقام الصفحات برضو كنت بعملها من الهيدر اند فوتر وبعلم عليها. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها الاوبجكت، واروح اقول له create from file، واقول له browse، واختار ملف معين من الملفات الموجودة عندي، مثلا ملف مثلا زي ده، واقول له اوكي، واقول له اوكي اهو، فادرج لي الشكل ده. زي ما انتم شايفين ادرجه لي ازاي بالاسم بتاعه. انا شايفش ان في ميزه للاوبجكت، وعشان افتحه بعمل ايه؟ اهو انا ضفته، هضغط عليه ضغطتين كليك شمال، واروح اقول له اوبن او فتح، هيفتحه معايا، اوبن او فتح هيفتحه معايا. طب لو عايز اضيف معادله، هقول له equation، وبختار من فوق، ظهر عندك القائمه الخاصه بالمعادلات، بتختار المعادله اللي انت عايزها. طيب عايز اضيف مثلا رمز، هتروح على insert وهتلاقي في حاجة اسمها symbol. symbol ده لو عايز اضيف رمز، يا اما من المعادلات اللي عندك دي، عندك السيمبلز او الرموز، اهي عندك السيمبل او الرموز. طيب التلات قوائم الخاصة بالميديا هخليها المحاضرة اللي جاية، لان ده يعتبر الجزء الجديد المختلف بتاع الباوربوينت عن الوورد. الديزاين والترانزيشن والانيميشن والسلايد شو والجزء الخاص بالميديا المحاضرة اللي جاية. النهارده هنكمل ريفيو وفيو مع بعض. حلو؟ حلو. فهنا سريعا ميديا بتعمل ايه؟ ده لو عايز اضيف فيديو داخل المستند، داخل انا اسف البرزنتيشن. اما لو عايز اضيف
صوت او ريكورد من اديو. اما لو عايز اسجل الشاشه، يعني اسجل كل حاجه انا بشرحها من سكرين ريكوردينج. ديزاين شكل الشريحه نفسه، السيمز بتاع الشريحه زي ما انتم شايفين شكلها ازاي اهو. اول ما ادوس على السهم ده بيظهر معايا اشكال اكتر. ترانزيشن زي ما قلنا اللي هو شكل الدخول للشريحة، أول ما يدخل على الشريحة يدخل إزاي؟ أنا عايز يدخل لي بالشكل ده أهو، شكل الدخول للشريحة بتاعتي. دي كلها أشكال للدخول. قبل ما يدخل على الشريحة إيه الشكل أو الوضع اللي يدخل بيه؟ ويفضل اللي هيعمل لي مثلا عرض تقديمي يختار شكل دخول واحد لكل الشرائح. تختار الشكل المناسب اللي انت عايزه، يبقى ده معناه اللي هو شكل الدخول بتاعك. طيب الكلام الموجود داخل الشريحة ليه شكل دخول؟ بس المرة دي مش هختار ترانزيشن، ترانزيشن معناها الانتقالات، المرة دي هختار حاجة اسمها الانيميشن، المؤثرات، بس لازم احددها واختار الشكل اللي انا عايزه اهو، شكل الدخول، بس المرة دي لايه؟ للكلام الموجود داخل الشريحة اهو، اللي من تحت بعمل لها شكل دخول. طيب هل الصورة ممكن يتعمل لها شكل دخول؟ اي حاجه موجوده داخل الشريحه من حاجه اسمها الانيميشن، مؤثرات. خلصت وعايز اعرض الشغل بتاعي من حاجه اسمها السلايد شو، واقول له فروم بيجيننج، يعني هتعمل لي عرض من البدايه. طيب عندك حاجه اسمها ريفيو، فاكرين السبيلنج اند جرامر اللي هو التصحيح الاملائي؟ لو عندي كلمه غلط ورحت قلت له سبيلنج اند جرامر، قائمة ريفيو قلت له سبيلنج اند جرامر، بيعمل لي تصحيح للكلمة الغلط. أنا مش متعرف عليها أصلا عشان كده. طيب عندي مثلا كلمة بالشكل ده غلطت فيها أهو، قلت له سبيلنج اند جرامر فقال لي أهو. أنت عايز، أنا ساعات بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي ضيفها للقاموس او غيرها او اعمل لها اهمال. فانا لو عايز اعمل لها اهمال هقول له اجنور اونس، يعني انت هتعمل لي اهمال للكلمه اللي انا واقف عليها، هتسيبها لي بنفس الشكل. طيب لو عايز اضيفها للقاموس اد تو ديكشنري، يعني هتضيفها لي الباوربوينت، يعني بمجرد ما هفتح العرض التقديمي للمره الثانيه واكتب نفس الكلمه ما يقوليش ان هي غلط. طب لو قال لك غيرها هقول له تشينج. طيب لو عندي في المستند في كذا كلمة اسمها كويك وعايز اغيرهم كلهم، خلاص فيلينج اقول له مثلا اجنور، او قال لي اللي هو عمل لك تصحيح املاء للكلام بتاعه. طيب الصوت كان فيه مشكلة من اول فين؟ الصوت كان فيه مشكلة من اول فين؟ الصوت كان فيه مشكلة من أول فين؟ من أول ما دخلت على ريفيو ولا قبل كده؟ أي يعني من أول فين عشان اللي أقطع في الصوت، يعني جزء الانيميشن اول ما دخلت على السبيلينج. من اول ما دخلت على التصحيح الاملائي
طيب برضو يا هندسة، علشان برضو ما يحصلش مشكلة والصوت يقطع معانا، احنا نوقف كده النهاردة، وغدا ان شاء الله في يعني طيب انا هبتدي اشرح دلوقتي اللي هو الجزء التصحيح الاملائي. لو في اي مشكلة الناس في الصوت، تمام؟ برضو تاني، طيب هندسة، أنا ممكن أكتفي بكده النهاردة، تمام؟ بكرة هناخد ديزاين، هناخد ترانزيشن، تلوش، القوائم دي كلها أبسط مما نتخيل. إحنا أعتقد اللي هتاخد وقت كده فيش مايكروسوفت وورد. فإن شاء الله بإذن الله هناخد في قائمة انسرت جزء الميديا، جزء المختلف عن الوورد، هناخد ديزاين، ناخد ترانزيشن، انيميشن، خدناهم في اللي هو مستند الوورد. طيب بالنسبة لميعاد بكرة إن شاء الله، الأسبوع اللي جاي هيكون صعب معايا إن أنا أبدأ الساعة 7:30، اللي هو ميعاد سبت واثنين وأربع، يعني سبت واثنين وأربع هيكون صعب معايا إن أنا أبدأ 7:30. فممكن نخلي الميعاد خلال الأسبوع اللي جاي الساعة 9، الساعة 9 وناخد ساعة. بتعمل على ما هي بس بطريقة تانية، طريقة تانية، مربع نص وبتكتب جواه نص وبتعمل علامة. إذا ميعادنا بكرة يعني بعد إذن الناس نخليه الساعة 9، يعني يبقى مثلا من السبت للجمعة الجاية إن شاء الله ميعادنا الساعة 9 بتوقيت القاهرة. ولو لقينا إن شاء الله بإذن الله غدا هنكمل بتاعة الباوربوينت، وهناخد من الثلاث والأربع والخميس الإكسل، ونبتدي جمعة وسبت إن شاء الله نحل الاختبارات الدولية الخاصة بإيه؟ إكسل. وآخر حاجة بعد كده الأكسس هياخد معانا يومين، والاختبار الدولي بتاعه هياخد من يوم ليومين. وبعد كده آخر حاجة الجزء النظري، الجزء النظري بإذن الله. بالتوفيق لكم إن شاء الله. هكتفي بكده بخصوص محاضرة النهاردة، ونلتقي غدا لو الميعاد مناسب مع الناس ومفيش حاجة في تبع جدول بيم اريبي، ممكن نبقى معادنا الساعة 9 بإذن الله. تمام، شغال أنا محاضرات يوميا الفترة اللي جاية لحد الساعة 9، فممكن من 9 أبدأ معاكم إن شاء الله المحاضرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.